قاب قوسين أو أدنى من تشكيلها، الإطار التنسيقي يشكل لجنة لاختيار رئيس الوزراء من بين مجموعة أسماء. أصف تركي؟ وين؟ ما بيسي. القصف على زاخو. العامر يطالب الحكومة بغلق الحدود مع تركيا وإيقاف عمل شركاتها، فمتى يضع العراق حدا للقصف التركي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، في حلقة جديدة من حصاد الأيام. تأكد المصادر الإعلامية أن اجتماع قادة الإطار التنسيقي اللي حصل أمس جاء لتقريب وجهات النظر واختيار المعايير الأساسية لتحديد رئيس الوزراء المقبل، فيما تبين أن قضية تسمية رئيس الوزراء من قبل الإطار أصبحت قاب قوسين أو أدنى، واتفقت قوى الإطار على الآلية اللي تحاول أن تقدم فيها نقطتين أساسيتين. الأولى أن يكون صاحب شخصية ومن الصف الثاني لأجل معالجة ما حدث، واللافت هو تنازل قيادات الخط الأول عن الترشح لهذه الدورة. أما الجانب الآخر هو أن آلية الاختيار راح تكون عن طريق تشكيل هيئة عمومية في الإطار التنسيقي، وهي من تنتخب الأسماء في حالة وجود أكثر من مرشح لمنصب رئاسة الوزراء. بالجانب الآخر لا شك أن تركيا تواجه مشاكل وتحديات، لكن من غير الصحيح أن يكون ذلك على حساب سيادة وأمن واستقرار بلد آخر، وعلى حساب حياة ومصير مواطنين أبرياء عزل، لأن هذا المنهج راح يزيد الأمور تعقيدا وتأزما أكثر مما هي معقدة ومتأزمة. فقد جاءت الخطوات الاستفزازية التركية اليوم مع كلام صريح وواضح من بعض الزعامات السياسية تعبر عن رفضها للتجاوزات التركية للسيادة الوطنية العراقية وما تقوم به من إجراءات عدائية ما تنسجم مع مبادئ حسن الجوار والحرص على المصالح المتبادلة والقوائم المشتركة بين البلدين الجارين، ناهيك عن تناقضها مع القوانين والمواثيق الدولية. إذا مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هاي التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون البقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. حدد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي دقي أمرلي معايير الإطار التنسيقي في اختيار شخص رئيس الوزراء المقبل. أمرلي قال إن الإطار التنسيقي ينتظر أن يحسم الكرد منصب رئيس الجمهورية وبعدها حسب منصب رئيس الوزراء، وأكد أنه ما توجد خلافات داخل الإطار. نفتح وياكم مشاهدينا هذا الملف لكن بعد أن نشاهد التقرير الآتي. تواتر التحركات السياسية على ما يبدو أسهم بإحداث التغيرات الملحوظة على ملف تشكيل الحكومة، فأولدت تشكيل لجنة تتولى اختيار شخصية رئيس الوزراء. فالإطار الشيعي يتأهب في 24 ساعة المقررة لإنهاء مهامه بحسم مرشحه من بين مجموعة أسماء طرحت على طاولة اجتماعه. فتقدم الإطار بمرشحه من بعد عقد الاجتماع الذي طرح يوم أمس وانسحاب قاداته في الخط الأول من الاستحواذ على المناصب جاء حرصا منه على التئام العملية السياسية، إذ أبدت الأطراف مرونة في ضرورة إنهاء هذا الملف وما رافق المرحلة الحالية من ظروف كانت عصيبة. في حين أجمع الحاضرون على مرشح لا يحسب لجهة معينة بل متفق عليه من قبل الإطار ومن ينضوي معه، فهذه المؤشرات يطرحها أصحاب القراءات السياسية بأن المرحلة المقبلة لربما تكون انتقالة يشهدها الواقع السياسي، وهناك توقعات بإنهاء الخلافات الكردية أيضا بين الحزبين الكردستانيين.
فالحوارات المفعلة حاليا تعد نقطة انطلاق لمرحلة تبدو مختلفة عن المرحلة الراهنة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بداية نواسي كل العوائل العراقية اللي جرح أفرادها واستشهد بعض الأفراد في هذا القصف التركي، وراح نأخذ هذا الموضوع في ملفنا الثاني من الحصاد. أما في الملف الأول في الشأن السياسي وما وصلت إليه اختيار رئيس الوزراء وقبله رئيس الجمهورية، دعوني أرحب بضيفي أو ضيوف الكرام، الدكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت. أهلا بك دكتور ضيفنا الكريم، حياكم الله. وكذلك الأستاذ عادل المانع، عضو ائتلاف دولة القانون، حياك الله أستاذ عادل. وضيفي الكريم أستاذ سلام حسين، عضو تحالف الفتح، سينضم معي عبر سكايب من واسط. ضيوف الكرام حياكم الله. دكتور غالب، نتحدث اليوم عن الحوارات بين الإطار التنسيقي من جهة وبين الكتل السياسية الأخرى وبالأخص المستقلين لاختيار أو طرح والمناقشة حول أبرز الأسماء اللي طرحت لحد الآن. معالم شخصية وليست أسماء بحد ذاتها رشحت إلى الإعلام. دعني أولا أن أعزي شهداء عوائل الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والإدانة للعدوان التركي البغيض على أرض العراق، وتحية لك ولجمهوركم ولضيفيك الكريمين السيد مانع وضيفك الآخر من واسط. لحد هذه اللحظة الحوارات السياسية مستمرة، وأعتقد حتى حينما نسمع نفيا هنا وهناك بأن الأمور بمبي كما يقال، أنا أعتقد غير هكذا، لأن لو كانت الأمور تسير بشكل سلس وبسيط بدون صعوبات لكان أعلن عن رئيس الوزراء وتم الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية من انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء. الخلافات واسعة، انتقلت من الإطار والتيار إلى داخل الإطار، ولكن بحدة أقل أكيدا. الأكراد بدأوا كأنهم يقتربون من اختيار شخصية قريبة، لكن الإطار ما زال يختلف في بعض الأسماء، يطرحون أسماء كثيرة، وقد يأتينا شخص آخر مفاجئ غير محسوب ضمن المعادلة السياسية. المشكلة هنا اللي نتابع من خلال التصريحات، يعني احنا شغلنا تحليل خطاب إعلامي ونرى تصريح هنا وهناك، نلاحظ حجم الاختلافات وحجم الولاء. هنا مجموعة تريد هذا الشخص ومجموعة تريد هذا الشخص، ولم يتفقوا لحد هذه اللحظة. وحتى التسريبات التي ظهرت مع السيد التي تخص السيد رئيس الوزراء الأسبق سيد نور المالكي، أنا أعتقد ضمن هذا الصراع اللي لا أستبعده أن يكون لها جهات داخلية ضمن الإطار أو تحيط بالإطار لها علاقة بهذا التسريب. أستاذ عادل، أجدت الترحاب بحضرتك، ونحن الآن في البث المباشر هنالك أيضا مقابلة خاصة مع زعيم ائتلاف دولة القانون السيد المالكي فيما يتعلق بالتسريب الصوتي. ما هو موقف الكتل السياسية من تداعيات هذا التسريب؟ بالتالي هل سيكون له تداعيات أكثر تؤثر على اختيار رئيس الوزراء المقبل؟ أبدا، تحياتي لك أستاذ أحمد ولدكتور الدعمي ولضيفك الكريم الآخر، ودعني ابتداء أشاطركم التعزية لذوي الشهداء الذين اختالتهم اليد التركية قاصدة عاملة لزعزعة الأمن العراقي.
حقيقة اختيار يعني عفوا الكتل السياسية في قضية التسجيلات المسربة بحق السيد نوري المالكي موقفها أتصور أنه واضح وإن لم يعلن. يعني الموقف هو حال حال أي قضية تطال أي زعيم من زعماء قادة الإطار على وجه التحديد أو أي قائد سياسي عراقي له من الحضور ما له في العملية السياسية، اللي هو أن تتبين الأمور بشكل صريح وواضح، ولعلهم يدركون تماما أنه هذه القضية هي مفبركة وهي استهداف شخصي يراد منها ما يراد، واحدة من أهدافها لأنه إبعاد السيد المالكي عن رئاسة الوزراء، لطالما كان هناك شبه إجماع من قبل قوى الإطار على أن يكون مرشح الإطار السيد نوري المالكي. هذا جانب. الجانب الآخر اللي سألت عليه جنابك من التداعيات، أنا لا أعتقد على أنه هاي القضية وإن كانت لها بعض التأثير في تداعيات يعني طفيفة أكاد أن أصفها في قضية الحراك السياسي بشكل عام، ولكن ليس لها تداعيات على الشارع العراقي اللي حاولت بعض الجهات أن تثبتها لتخويف الشارع، لا إطلاقا. يعني وإن كنا نشكل على المجمع السياسي العراقي بسنته بشيعته بكرده طيلة 19 عاما خلت على أنه لم يقدموا الخدمات ولم ينصفوا الناس، ولكن هذا بالعموم، ولكن بالخصوص أنه هناك من الحكماء والعقلاء الذين يعني سيدفعون بكامل حضورهم وثقلهم لإبعاد الوقوع في الفتنة. الاختيار لرئيس الوزراء، يعني أنا كانت عندي معلومة أنه يفترض ليلة أمس أو أمس الأول يطلق الإطار اسم مرشحه، ولكن لما أبداه الديمقراطي الكردستاني إزاء الإطار من تريث في قضية رئيس الجمهورية وإعطائهم المهلة الكاملة ليوم غد الخميس حتى يستطيع الأخوة الكرد اختيار رئيس الجمهورية، أجل الإطار إعلان مرشحه عن رئاسة الوزراء. وأنا يعني نفهم إذا كان هذا الأمر جاهزا داخل الإطار. أنتقل الدكتور يعني غالب. تقريبا نستطيع القول على أنه جاهز، وهو جاهز. خارج وهو خارج الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. نعم. طيب هل بقي التوقيت دكتور غالب هو الحاكم؟ يعني دراسة الشارع، دراسة المعطيات حتى يكون إعلان اسم المرشح وتكليفه برئاسة الوزراء، بالتالي لما الإطار التنسيقي يذهب إلى خيار التوافقية وينتظر حسب ما يتفضل به السيد المانع مواقف القوى الكردية للبدء بعملية اختيار الكابينة الوزارية وتكليف رئيسا للوزراء. يعني أنا بتقديري لا أتفق إلى حد كبير مع أستاذ مانع في شيء أنه رئيس الوزراء أعلن، لا لحد الآن لم يحدد، ربما حددت مجموعة أسماء. نعم أتفق معه في أن الأسماء المطروحة قد لا تكون هي ضمن المجموعة اللي راح تنافس على رئاسة الوزراء. أنت تعرف هناك أبعاد مهمة جدا للإطار، وبالإطار أكو رؤيتان واضحتان. الرؤية الأولى كان يمثل ائتلاف القانون اللي كان يدعو للانتخاب، هاي الرؤية تجعل ائتلاف القانون هو صاحب الحظوة بالموضوع كونه لديه عدد نواب أكثر من كل الكتل الأخرى. فالرؤية الأخرى كان يمثلوها المجموعة الفتح والسيد حكيم تحديدا والنصر وبعض والفصائل، أنهم كانوا يريدون التوافقية لأسباب كثيرة. يقولون أن يكون رئيس وزراء توافقي، يعني توافقي ليس بمعنى أن نتفق عليه نحن زعماء الإطار، لن يكون مستفزا لجهة ما، لن يكون، يجب أن يكون على أكثر نسبة رضا داخل الإطار تحديدا، يعتقدون فيه نسبة من الكفاءة، على الرغم من أنني لا أتفق مع هذه الرؤى، لأنه رئيس الوزراء لو كان ساحرا أعتقد إلا فقط يأتي له شخص عنده علم الكتاب إلا يستطيع إصلاح البنية العراقية المتهرئة نفسيا اجتماعيا
بناء اعمار كل شيء صعب جدا. لذلك سيتحمل رئيس الوزراء المقبل وتتحمل الجهه التي تدعمه نتائج السلبيه التي لا سمح الله انه تكون نتائج سلبيه. ما نتمناه النجاح وليس العكس، ولكن الاطار للان لم يحدد مرشحه بالدقه. نعم ويحوم حول مجموعه اسماء، وحتى بعض الاسماء انا اعرفها من الخط الثالث، يعني هكذا اسمع من الدائره، تعرف دائره ليس نحن ليس بعيدين او بعيدون عن ما يجري، فنسمع بعض الاسماء هي من الخط الثالث والرابع ايضا يتداول الكلام عليها من ائتلاف القانون بعضها بحكم تاريخ الجهادي والى اخره. اذا ان تقول لي ان القانون مع الاطار متفقون كليا، اقول لك هناك خلافات واسعه. القانون يريد شيء والاطار وما تبقى من الاطار يريد شيء، وحتى انهم الفارق بينهم بين افراد الاطار لا يقولون خلافاتهم للسطح، لا ينقلونها كما كان الخلاف بين التياري والاطاري. طيب السيد عادل، لما يكون هنالك من وجهه نظر الدكتور الدعمي ان خلافا بين او داخل الاطار او اختلاف، يعني نعزز هذا الكلام بشواهد حقوق لم تصعد الى المقاعد التي انسحب منها التيار الصدري، الحكمه تحديدا لا يشارك في الحكومه، وايضا بدر كان لها موقف معين، فتعتبر ان هذا خلاف داخل الاطار؟ لا، تقديري واحترامي للدكتور غالب، هذا راي يمثل رايه الشخصي وقراءته الشخصيه وفق المعطيات التي استند عليها. انا معطياتي تختلف وقراءتي تختلف، وقربي من الإطار لعله يكون يعني أكثر. القضية الأولى اللي تطرق لها جنابك أنه حقوق ما ممكن أن تحسب، لأنها هذه الممارسة الأولى التي دخلوا بها العملية السياسية، وكان لهم رأي ورأيهم محترم في أنهم يعني لم يدخلوا بدلائهم بدلا من التيار الصدري في قضية التصويت. هذا 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 رأي، ولكنهم سيشاركون ومشاركين في النقاشات والرؤى والاجتماعات وطرح الأسماء مشاركين. الحكمة يا سيدي الفاضل، وهذا الموقف ليس جديدا على يعني ما تبناه السيد عمار الحكيم، الحكمة عندما كان التحالف الثلاثي يلوح بأحقيته برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، أعلن السيد الحكيم على أنه هو لن يشارك في حكومة سواء كانت تيارية أم إطارية. فهذا ليس خلافا، ولكن بالواقع الحقيقي ماكو اثنين بالعالم بشكل عام أو خاص منسجمين انسجاما تاما في الرؤى والافكار والى اخره. لابد ان تكون هناك يعني اختلافات في وجهات النظر من حيث الطرح، والا كيف يتوصل هذا المجمع او اي اجمع؟ يعني بدل ما احنا نقول اطار ونعتبر انه كتل سياسيه، يا اخي هو مجلس اداره مشكل من عدد فردي، هم يصير تصويت في اختلافات في الرؤى، يصير تصويت من يحظى بالاغلبيه هو الفائز. واعتقد انه الاطار يعني سيمضي بهذه الطريقة لاختيار رئيس الوزراء، إن لم يكن يعني كما أسلفت في الحديث أنه هو يعني أحزم أمتعته لإعلان النتائج. طيب حزم الأمتعة دكتور غالب أيضا يتضمن الاتفاق والتوافق مع الكتل الكردية، الإطار إلى تأثير على هذه الكتل، لأنه نظرية السلة الواحدة لربما تكون حاكمة، اختيار رئيس جمهورية وتكليف رئيس وزراء، ويجب أن يكون تعاطي بين الطرفين. ما أعتقد هناك سلة واحدة، لا يمكن السلة واحدة. لابد أولا انتخاب رئيس الجمهورية، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يكلف رئيس الجمهورية المنتخب رئيس الوزراء. طيب. وحتى هذه السلة الواحدة لسنا بحاجة لها، الإطار يمتلك الأغلبية الكاملة، مع اليكتي هم ينتخبوا رئيس الوزراء، لا حاجة لها. لذلك رئيس الجمهورية حينما يتم انتخابه بأغلبية الثلثين، يتم بعد ذلك تكليف صاحب الكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر ترشح مرشحه، وهي الإطار التنسيقي، الأمور حسمت. يعني أنا أعتقد تشكيل حكومة لم يعد مهما إلى حد كبير إذا لم تحدث مفاجآت في الساعات الأخيرة بين الإطار، أو مفاجآت أخرى لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله.
لكن من المفاجآت الكرد يا رئيس الجمهورية، لا اعتقد يعني مماطلة، لا شوف الكرد على الكرد عندهم حالة كردية الان، اليوم التباشر ويوم امس انه في يتوجهون نحو الحل، ربما بعض الاقتراحات قدمت من الاطار، ولكن هذا ايضا لا يهم. انا قلت لك، قلت سابقا في اكثر من مكان، انه بما ان التيار الصدر انسحب من العمل السياسي، اذا الاغلبيه اصبحت متاحه، والوساده في نيه الاطار التنسيقي في تشكيل الحكومه، حتى وان رفض الكردستاني، فان وجود السياده مع الاطار التنسيقي مع اليكتي مع بعض المستقلين انضموا فعليا للاطار، تكون لا حاجه للاتحاد، لا حاجه للكردستان مطلقا، لكن الكردستان سياتي وبالتالي تشكل حكومه. المشكل الاكبر والصعوبه المعرقل الاكبر هو ما بعد تشكيل الحكومه. طيب يعني تعرف انت تشكيل الحكومه، لذلك الاطار الان يسعى اختيار حكومه فيها مواصفات تقبل بالاقل من الجمهور، بالاقل حتى يسحب يعني مبررات التيار الصدري هكذا نقول في حاله معارضتها، او انه قد يعطي نفسه مجالا سنه ست اشهر خلال هذه المدة يستطيع هذا رئيس الوزراء أو الحكومة أو الكابينة التي يفترض أن تدعم كما يقول الإطار كليا حتى تستطيع تأسيس لبناء دولة، إن استطاعت هذه الحكومة كما يقولونهم فأكيد ستمضي وستحصل على التأييد وتمضي الأمور، وإن العكس لا، المشكلة الأكبر هو هنا في حالة عرقلة الحكومة أو لم تستطع الحكومة إلى واجباتها. هل هنالك استشراف وأخذ بالاعتبار أستاذ عادل لهذه الخطوات التي لا نتحدث هنا عن عبور مرحلة قصيرة بل تتعدى إلى ما بعد تشكيلة وزارية واختيار برنامج وزاري وكابينة وزارية وبالتالي أداء حكومي على مستوى أعلى من الذي سبقه؟ لا يقينا، ولذلك الإطار يعني كان معتكف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على الانتهاء من كتابة البرنامج الحكومي، وأوشك على الانتهاء لعله يعني خلال اليومين القادمين يكون البرنامج الحكومي مكتمل، فبالتالي رئيس الوزراء القادم هو ملزم بتطبيقه أمام الإطار من جهة وأمام الكتل السياسية الأخرى، يعني كشركاء آخرين سواء كانوا سنة أم كرد. نعم أنا أتفق مع الدكتور غالب، الآن مهمة الإطار يسيرة في تشكيل الحكومة، سواء جاء الديمقراطي الكردستاني أم لم يأتي، وأعتقد أنه يعني الاتفاق الكردي قاب قوسين أو أدنى من أن يعلن، وحتى على أسوأ التقادير إن لم يعلن فبالتالي سيناريو 2018 هو الماضي، أنه أن ندخل جلسة مجلس النواب بمرشحين، وبالتالي من يحظى من أي المرشحين بأعلى الأصوات هو من يفوز برئاسة الجمهورية. المهمة يسيرة في تشكيل الحكومة لما يحصد الإطار ومن يعني حالفه بهذا التحالف السياسي العدد الكافي لتمرير حكومته وتمرير مشروعه، ولكن الأهم اللي تفضل لي الدكتور غالب اتفق معه تماما على انه مرحله ما بعد تشكيل الحكومه، هل الحكومه ستلتزم بالبرنامج الذي رسم لها؟ هل تستطيع مواجهه التحديات؟ هل الحكومه يعني باداره قادره على ان تقف مواقف من المتغيرات القادمه؟ الان عندما نتحدث عن حكومه وتشكيل حكومه وبرنامج حكومي قد يحظى بقبول سياسي من قبل الاطراف، هذا كله سليم، ولكن الفن الإدارة بالنسبة إلى رئيس الوزراء أي متغير قادم، المتغير غير 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 مدرك، غير محسوس، غير معلوم، فبالتالي هل تستطيع الإدارة القادمة أن تتعاطى مع المتغيرات يعني بحكمة وبعقل وبمنهاج يتماشى ولا يتعارض مع برنامج الحكومي ولا مع شراكاتها السياسية؟ هذا هو الأهم. أعتقد أنه اليوم المسؤولية التي ألقيت على عاتق الإطار يجب أن يعني تضبط وتحسم بشكل وتحسب عفوا بشكل دقيق حتى لا يتقول المتقولون بعد تشكيل الحكومة. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل المانع عضو ائتلاف دولة القانون أثريت الحوار في هذا الملف، وتفضل بالقاء معي الدكتور غالب الدعمي لكي نتابع بعد الفاصل مشاهدي الأحبة.
ناف عربة دا برين دارت هم قصف تركي وين لا لا ما بيصير ما بيصير ما بيصير ما بيصير القصف على زافو. العامري يطالب الحكومة بغلق الحدود مع تركيا وإيقاف عمل شركاتها، فمتى يضع العراق حدا للقصف التركي؟ مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة في موقف حكومي ضعيف وفي موقف برلماني أضعف لم يذكر فيه كلمة تركيا تحديدا، بالتالي راح نتيجة هذه المواقف وهذه التجاوزات على السيادة عدد من الشهداء والجرحى من العوائل العراقية الكريمة التي هربت من حر بغداد والمحافظات وذهبت إلى جحيم إدهوك وزاخو ونالها القصف التركي على العراق. فإذا نتناول هذا الملف وإياكم، ولا ننسى بأن هنالك عدد من الكتل السياسية اتهمت الحكومة الحالية بالخضوع أمام الاعتداءات والخروقات التركية المستمرة على الأراضي العراقية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور غالب الدعمي، وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ هادي جل المرعي الكاتب الصحفي. حياك الله أستاذ هادي. أستاذ هادي، أبدأ مع حضرتك. الكثير من المسؤولين يقولون أن العراق كامل السيادة، بالتالي بعد هذا القصف اللي استهدف المدنيين السائحين في بلدهم، مدنيين عزل، وكيف تصف استباحة السيادة وقتل وجرح هؤلاء المدنيين؟ نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد ولأستاذ غالب وللجمهور الكريم. والله أنا أشوف الكامل السيادة تشبه ضفدع كامل في افتح يا سمسم، هذا المسلسل الكرتوني القديم. هو ليس بمسلسل كرتوني لأنه كان مسلسل دمى مقتبس من أعتقد مسلسل أمريكي قديم للأطفال. السيادة في العراق هي مجرد كلمات وحبر على ورق، ولا أحد يؤمن بها، ويدرك جميع الساسة في العراق الرسميون وغير الرسميين بأن هذه السيادة حتى لا ترقى إلى مستوى أن نقول أنها منقوصة، بل أنه لا توجد سياسة أما السيادة. أما أننا نرد على القصف التركي أو على قصف أي دولة أخرى أو التدخل أي دولة أخرى كانت، بغض النظر عن المسميات والأسماء، ولكن اليوم مناسبة الحدث أن تركيا قامت بهذا القصف، ولذلك نتحدث عن تركيا، وإلا فليس من رد فعل حقيقي وليس من رد فعل يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مثمرة وأن يردع الأتراك
يدفع بهم إلى أن يتعقلوا في التعامل مع الملف العراقي وفي قضايا التغلغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني أو المقاتلين الأكراد الذين يواجهون القوات التركية في أكثر من مكان، سواء في جنوب تركيا وحتى في شمال تركيا. القاتلين الأكراد لا يقاتلون فقط في الجنوب التركي وجنوب شرق تركيا، وإنما يقاتلون في مناطق مختلفة كما قلت لك، حتى في شمال تركيا وباعتراف الحكومة التركية ذاتها، وهم موجودون في كل مكان من تركيا. لذلك من الصعب جدا الآن أن نرهن السيادة العراقية والمواقف العراقية إلى مجموعة من السياسيين الذين لا يمتلكون لا الرؤية ولا القدرة ولا التصور ولا التفكير في استراتيجية معينة لوقف الاعتداءات والتجاوزات الخارجية التي تطال الأراضي العراقية في كل الملفات بدون استثناء. نمتلك الشاي اللي نشربه ويا السفير، نعم. نمتلك القعدة اللي نشربها نقعدها ويا السفير التركي، نمتلك الابتسامة اللي يمتلكها السفير التركي لما يطلع من بعد ما يستلم رسالة التنديد. تعودنا على هذه الرسائل. شوف احنا استاذ احمد، آسف لهذه العبارة، احنا تحولنا الى دولة جبانة في مواجهة التدخلات الخارجية. ليش؟ وهذا المشكلة مو فقط تتحمل مسؤولية الحكومة العراقية ولا البرلمان العراقي ولا القوى الفاعلة في الدولة العراقية، وإنما حتى الشعب العراقي يتحمل مسؤوليتها. تعرف حضرتك الآن العقارات في أنقرة وفي إسطنبول وفي عشرات المدن التركية يملكها عشرات الآلاف من العراقيين، بل أنه عشرات الآلاف من العراقيين بس مجرد يستلم راتب التقاعد يروح يعيش بتركيا. وبالتالي تحولنا إلى دولة منزوعة السيادة حتى من الخارج. ليش؟ لأنه إحنا الآن في مشكلتنا مع الخارج أننا ضعفاء أمام الدول الأخرى التي تناكفنا والتي تتجاوز على سيادتنا. هم يمتلكون القوة والقدرة والتأثير والنظام السياسي الراسخ. نمتلك إحنا أيضا، نمتلك هواية أستاذ هادي، لا تبخس حقنا دكتور غالب الدعم. نمتلك مقاطعة الجبن لأنه عقلنا عقل جبنة، لما نقاطع بضائع تركية حتى لا نأكل جبنهم ونخسر اقتصادهم، بالتالي تقتل عوائلنا وإحنا نقاطع البضائع. والله أنا شخصيا مقاطع البضائع الأجنبية كليا فيما يخص الغذاء تماما، لا اكل غير الشيء العراقي. هاي انا قرار من نفسي، وادعو حتى صاحب المال متعامل اقول له جيب العراقي البان وغيرها الاشياء كلها، بس البضاعه الالكترونيه التركيه ما اشتريها، لانه اعتبر اعتداء التركي على العراق هو استهانه بالعراق. واتفق كثيرا من موقف الحكومه، اذا شوف اسمح لي، اتفق كثيرا مع سعد هادي في جانب انه الحكومه ضعيفه، بس انا ما احمل الجمهور هنا، أحمل الأحزاب السياسية اللي أضعفت الحكومة. أي حكومة، لا أقصد الحكومة، أي حكومة تأتي من يقوم بضعفهم الذين يشكلون الحكومة. شلون أضعفوها دكتور غالب؟ صراحة في تدخلاتهم، في تدخلاتهم شوية حرقة الدم. لما تحالف سيادة وين انولد؟ أسألك بالله. شوف الآن التبريرات اللي تطلع بالكردستان، جاوب دكتور. تركيا أخي انولد، انولد مو بتركيا؟ سموه التحالف، تحالف سيادة. سيادة وين هالسيادة؟ لا اسمح لي حبيبي، سيادة تركيا على العراق. احنا اليوم بعيدا عن هذا التسمية اللي هم، العراق الان اصبح مجزأ بالولاءات، هذا يذهب الى هذا وهذاك يذهب الى هذه الجهة. محاضرتك تلقي اللوم على الاحزاب، هذه الاحزاب. لا انا الاحزاب كلها لا اتفق، لا اذب لومه على السيادة، لكن انا ودي اوصل لك فكرة. اليوم تركيا عندما قامت بهذا الاعتداء الصارخ قالت هناك مجاميع مسلحة من حزب العمال المدعومة من أطراف عراقية وتدعمها دعما كبيرا، فنحن كما أزلنا مبرر خلق وطردناهم خارج العراق بتعاون قواتنا الأمنية. البككة، البككة طبعا هو هم نزيلهم طبعا، منظمة إرهابية عالمية، هاي هي سبب أحد الأسباب. طبعا هذا غير مبرر، غير مبرر. الإرادة شلون راح تكون؟ اسمح لي قاطعك استاذ، هذه البككه شلون نزيلهم؟ اراده كرديه ولا اراده يعني اراده حاديه؟ بصراحه اسال على ابو تركيا، لا ابو حتى خلف تركيا، هم مالي اذا راح بعد تركيا، مليت من روح تركيا، وهم يشلعون قلبك الله يطوق فيزا. وزين يعني ليش عامل حزب العمال على انه منظمه ارهابيه؟ على اي اساس؟ اولا منظمه البككه هي تطالب بحق الشعب الكردي في تركيا، اذا هي مو منظمه ارهابيه، هي ما تشتغل على مستوى العالم، هي مو داعش، هي مو منظمه كونيه. لو كانت منظمه كونيه ولديها ايديولوجيه دينيه او عقائديه مثل داعش والقاعده وتهدد المصالح الغربية والشرقية والاتجاهات الأربع، كان ممكن أن يجتمع عليها العالم. ولكن الذين يؤيدون فكرة أنه البككة تنظيم إرهابي هم يفعلون ذلك أولا لإرضاء تركيا واستدامة. لا أستاذ هادي، أستاذ هادي، أنا أحد الناس اللي أرفض دخول أو تدخل بشؤون الخارجية، مثل ما ما أريد تركيا تتجاوز عليها، ولا أريد أمريكا ولا إيران ولا الكويت ولا الخليج أيضا. لا يكون بلد المقرر تدخل في الآخرين. أستاذ غالب،
بكل جبروته صدام حسين ما قدر يمنع البكك من ان تكون موجوده داخل الاراضي العراقيه، مو برهان لحكومه توركوت اوزال وحكومه تونسو شيلر والحكومات اللي تعاقبت في تركيا على ضرب الاراضي العراقيه بالداخل، يعني ضرب بالتالي اولوياتك شلون راح ترتبها؟ نعم سيادتك تنتهك، ترتيب اولوياتك شلون راح ترتبها؟ انت ما عندك سياده ولا عندك ترتيب اولويات استاذ، انت ما عندك نظام حكم مستقر وحقيقي واضح، انت ما عندك، انت النظام انت شوف التبادل التجاري مع تركيا ايش قد، شوف التبادل التجاري 22 مليار ايش قد، التبادل التجاري مثل عجز بالنسبه لك، انت سوق فقط لا اكثر ولا اقل، انت عباره عن شورجه لتركيا. طيب قمصان وقنادر وبنطرونات وحزم تركيا تجي هنا بالمولات وبالاسواق، هاي المولات كلها تجهز من شركات. خلينا نحصل الحوار في موضوعه المجزره اليوم اللي صارت، اسمحوا لي ان ارتبط مع زميلي محمد الشبكي مراسلنا من نينوى. محمد السلام عليكم، اليوم عن قرب تابعت هذه الاحداث انت هناك، شنو المشاهدات اللي توصفها لنا؟ نعم السلام عليكم استاذ احمد ولضيفيك الكريمين. طبعا اليوم القوات التركيه المحتله للاراضي العراقيه ارتكبت مجزره كبيره بحق المدنيين الابرياء من القادمين من المحافظات الجنوبيه من اجل قضاء بعض الايام في مصايف شمال العراق، حيث استهدفت القوات التركيه المتمركزه على سفح احد الجبال السواح القادمين، ما ادى الى سقوط 9 شهداء وبالاضافه الى 29 جريح من بين القادمين. هناك 9 حالات حرجه حاليا تم نقلهم الى احد المستشفيات في دهوك، بالاضافه الى 3 حالات ايضا حالات حرجه ايضا سوف يقومون بنقلهم ايضا الى دهوك، على اعتبار ان الاصابات كانت في منطقه الراس. هناك حدث هلع وخوف ورعب بين السواح الذين استهدفتهم القصف التركي بدون اي وجه حق بداعي وجود الحزب العمال الكردستاني. الحزب العمال الكردستاني كما هو معلوم غير متواجد في هذه المناطق، وهي مناطق حدوديه قريبه بالتماس مع الجانب التركي، بالإضافة إلى وجود قوات حرس الحدود العراقية المتواجدة في منطقة البرق. محمد يعني الحكومة الكردية وفرت الحماية للمدنيين المتواجدين في هذه المصايف، يعني أنت وصفت لنا إخلاءهم للجرحى ويعني والشهداء أيضا، ولكن الحماية من عدم تكرر هذا القصف مرة أخرى في هذه الساعات؟ في الحقيقة القوات الكردية أو القوات البيشمركة حاليا تتواجد في المنطقة على شكل رباية في سفوح المناطق الجبلية، بالإضافة إلى حرس الحدود العراقية، يعني هناك بعض القوات المشتركة في هذه المناطق على اعتبار أنه مناطق حدودية، ما هناك بعض أيضا الجنود العراقيين الموجودين في هذه المناطق، ما يسمى بمنطقة خاصة في منطقة دلجار القريبة من قضاء زاخو. هذه الحادثة الثانية التي تقوم به القوات التركية بالقصف. قبل عام أيضا استهدفت المدفعية التركية أيضا بعض السواح وهم قادمين إلى أيضا في نفس المصيف على بعد أقل من 100 متر كانوا من أهالي مدينة الموصل، فتعرض أربع أيضا سقط في وقته شهيدين الأب وابنه أيضا. هذه الحالة الثانية اللي تتكرر بداعي أيضا يعني الاستهداف، المبرر الوحيد لتركيا بأنه الحزب العمال الكردستاني. الحزب العمال الكردستاني كما هو معلوم غير متواجد في هذه المناطق، وهم متواجدين في جبال قنديل وفي بعض المناطق الموجودة في الجبال، لا يوجد أي مقرات للحزب العمال الكردستاني، ولكن ما الغاية من الاستهداف في هذا التوقيت؟ كلها نعم. أشكرك شكرا جزيلا، يعني أكتفي بهذه المعلومات. مراسلنا من محافظة نينوى وانضمت معي عبر الهاتف دكتور غالب، يعني الإجراءات المتخذة ماكو والله إجراءات متخذة، يعني ما نعرف شو نحكي بيها، هنالك ردود افعال، او خلينا نحكي على تدوير القضيه. مجلس امن، اكو عندنا مجلس امن بالكون كله، اكو لجوء له، نقدم شكوى، يعني هو الحل الشكوى لمجلس الامن،
الحل المطلوب الان تقوم به الحكومه، اما هاي الاصوات اللي تسمعها يمين وهاي كلها اصوات سياسيه، مره تخفت حينما يكون هذا الهجوم من هذه الجهه، مره ترتفع عندما يكون هذا الاعتداء من جهه اخرى. لكن الحل الامثل هو ان نقدم شكوى للامم المتحده لوقف الاعتداءات المتكرره على شعبنا. كردستان نعم هي تحت حمايه كردستان، لكن عراقيه هاي، لماذا نسمح للقوات الاجنبيه بالاعتداء بشكل دائم؟ لا سيما ان هناك قاعده في بعشيقه ثابته للقوات التركيه تحتل. واقول لك بصراحه تركيا عندها طماع بالعراق، عندها طماع، يعني لا تتوقع ما يسمع بعض النواب الاتراك حينما يقولون بشكل صريح الموصل، كركوك، محافظتان عراقيتان، او ولايه الموصل بشكل عام هي وتوابعها يعني بحدود تكريت، يدعون انها تعود لهم. وبالتالي انه العراق الان لم يجد بديلا لمجابهه تركيا، ماذا يملك؟ الان تركيا كما ذكر ضيفنا الاخ استاذ هادي 22 مليار دولار هي الشركه الحقيقيه لتركيا. هل يستطيع العراق معاداه تركيا؟ تقطع عنه الماء، او حتى في حاله قطع البضائع العراق يتضرر وليس تركيا. العراق لم يجد بديلا للبضائع الاجنبيه، العراق كله اصبح سوق للدول الاخرى، ونحن نتضرر اذا حاسبنا الدول التي تعتدي علينا يوميا. سواحنا يذهبون الى كردستان وبسبب حكوماتنا المتعاقبه واحزابنا التي تدعي التدين، لم تجد مكانا معينا يسهم في توفير اجواء ايجابيه لناسنا وشبابنا وعوائلنا، بدلا ما يروحون لكردستان ويتعرضون للاهانه من قبل قوات المحتله التركيه. وبالمناسبه اعطيك المعلومه، فعلا هذه المنطقه حرت حديثا من البككه، حرت حديثا، وقبل شهر تم استلامها من قبل أسايش، من قبل قوات حرس الحدود المشتركة، وكما ذكر مراسلكم وهي منطقة جميلة جديدة سياحية وباردة، لكن يبدو أن هناك هدف لعله حتى سياحي، لأنه تعرف أنت العراق من يروح لتركيا يدفع فيزا ويدفع أموال هائلة، في حين إذا اكتفى في كردستان معناه هذه الأموال لن تذهب إلى تركيا، تذهب إلى كردستان. الوعي الحقيقي لابد ان يكون هنا واضح، الشعب العراقي يجب ان لا يذهب لدوله تعتدي على سيادته. انا شخصيا يعني والله كان نيتي اذهب الى تركيا، والله قررت ان لا اذهب الى تركيا حتى تنتهي هذه الاعتداءات، واتمنى هذا مو بس انا، كل نتوقف عليه اعلاميا في مدوناتنا في بيجاتنا حتى نخلي هيبه لبلدنا. استاذ هادي، يعني لما يكون الامر على هكذا وضع، حكومة الإقليم تتحمل مسؤولية تجاه ما حصل اليوم؟ العام الماضي أيضا كما ذكر مراسلنا كان استشهاد أب وابنه، المرة هم تعدي سلامات الحكومة الكردية إذا ما تقدر تستعين بالاتحادية، البعد الاقتصادي أو السياحي اللي أشار السيد الدعمي دكتور غالب يقول لك أنه يعني يجوز غرض اقتصادي يقتل له أبرياء حتى يضرب السياحة في كردستان ويحافظ على سياحته، اكو هيش تخطيط؟ يعني هو عموما حتى لو كان هنالك تخطيط من هذا النوع فالمواطنين العراقيين لن يتركوا تركيا، وليش ممكن نقول انه احنا ايضا شركاء في الجريمه، لانه احنا ندعم اعدائنا، احنا نستورد كل شيء من عندهم ونروح السياحه عندهم ونروح علاج عندهم، خب بدل ما نروح لتركيا ايضا نخلي وجهتنا الداخليه الى السياحه الداخليه عن طريق اقليم كردستان، عندنا سليمانيه وعندنا توك وعندنا اربيل وعندنا مصايف كثيره تستوعب كل العراقيين اللي يريدون يصيفون، ماكو داعي تذهب باموالك الى تركيا وتدفع فيزا، بس الفيزا 90 دولار، خب ادخل روح لاقليم كردستان وهاي الاموال في النهايه راح تكون داخليه يمكن التعامل من خلالها، عدا عن هذا انه تخفف الازمه الاقتصاديه في اقليم كردستان وتكون قريبه وامنه ايضا. ولكن كما قلت لك انه لا الحكومه اقليم كردستان ولا الحكومه الاتحاديه قادرتين على فعل اي شيء في المرحله المقبله والحاليه، وهذه الاعتداءات ستستمر الى ما شاء الله طالما ان هنالك صراع كردي تركي، عدا عن وجود صراع كردي مع دول اخرى، حتى الهدوء اللي الان في اقليم كردستان قد يتحول في زمن ما الى صراع مسلح، لانه الحلم الكردي باقامه الدوله بنيل حقوق الشعب الكردي في سواء في تركيا او في ايران او في سوريا او في العراق مرتبط بطبيعة الموقف الذي تنتهجه تلك الدول والموقف الذي عليه الزعامات الكردية وعليه المطالبين باستقلال إقليم كردستان أو نيل حقوق معينة لشعب كردستان في كل هذه الدول. بالتالي من الصعب جدا أن نقول أن هذه العمليات ستتوقف، من الصعب أن نقول أن القتل ستتوقف. أنا أعتقد أن هناك
اعتقد ان العمليات العسكريه ستتم. استاذ هادي خلينا نقاطعك في هذه الجزئيه. نعم. طائره مسيره داخل الاراضي التركيه ونخليها تنفجر بتركيا ونقول استاذ هادي خلينا حتى امسك ما تفضلت به. كتل سياسيه دكتور غالب دعت الى عقد اجتماع طارئ وجلسه طارئه لمجلس النواب. طيب ما هو اساسا كان اكو قرار من مجلس النواب حول اخراج القوات التركيه والحفاظ على سياده العراق، ولكنه ما اعرف بها سله موجود. سلات المهملات كثيره في كل مكان، حتى انا اقول لك اياها، احد اسباب هذا الذي يحدث في العراق هو محاولات سياسية داخلية إضعاف أي رئيس وزراء يأتي للعراق، أي رئيس وزراء دون تحديد. يعني إذا كان من هذه الجهة ستضعفه الجهة الأخرى، إذا كان من الجهة الأخرى تضعفه الجهة التي كانت تدعمه، وهكذا. وبالتالي العراق أصبح ضعيفا. يعني حتى أنت تشوف مرات إذا تنتقد دولة لأنها أساءت لك واعتدت عليك تواجه برد عنيف، وكأن هذا المواطن العراقي بدأ يجد ملجأ له وطنيا، يعني وطنا غير العراق. انا استغرب يعني لماذا اصبحت هذه الدول افضل من بلدك العراق. يعني تفاجئ، انا في 2007 من فاز العراق على المنتخب السعودي طلعت مظاهرات في البياع 200 شخص، فاز المنتخب اللاوطني مثلا. يعني هاي حاله انا شفتها شاهدتها، فشيء غريب. اذا لماذا هذه الهويات الفرعيه اصبحت اسمى من الهويه الوطنيه؟ احنا في حاجه اليوم الى اعاده تعزيز الهويه الوطنيه على حساب الهويه الفرعيه والمذهبيه وحتى القوميه. العراق مو، ما نقدر نقول كله عرب ولا كله كرد. العراق هذا اسم العراقي، يفترض انه الكتل السياسيه، البرلمان العراقي، الحكومه العراقيه والتي اشك فيها في يوم ما ستخفت وتذكرني اذا شكلت الحكومه المقبله وفيها مزاج ما يخدمها الاعتداء التركي، ستسكت عن الاعتداء التركي ولا تتكلم، وحتى الاحزاب السياسيه بحسب مصلحتها. لان يعني انت هذا النظام هجين، نظام جيء به من قبل قوى احتلال وتم وضعه بهذه الصيغه المكوناتيه، لذلك لا نعتب لا على من جاء بهم امريكا للعراق وحكموا العراق وما زالوا قسما منهم في الحكومه، ولا نعتب على من ضاع وطنه وذهب باتجاه هويته الفرعيه. اليوم التركماني يقول لك انا اقرب لتركيا لان انا اخشى منه، والكردي يقول كذا، والشيعي يقول كذا، والسني يقول كذا، لذلك لا تعتب على هذه الكتله أو تلك الكتلة. يعني اعتزازنا بالقومية التركمانية، أيضا بعض الزميلات الإعلاميات نشروا بأنه من التركمان وإن كان هنالك وشاج، ولكن لا يساومون على بلدهم العراق طبعا، حتى للأمانة. طبعا ويانا بالجروبات ونسمع آرائهم قوية يعني تندد بالانتهاك. ما دام حكينا عن الجروبات، نروح إلى ما سجلناه من نسب مئوية حول إجابة متابعي موقع قناة الأيام الفضائية على السؤال الاستطلاع اللي سألناهم: هل ستلجأ الحكومة إلى تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا وغلق المطارات والمعابر البرية احتجاجا على القصف التركي؟ 45% قالوا نعم، و 47% قالوا كلا، و 8% تحفظوا على الإجابة. الدكتور غالب الدعمي أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت، شكرا جزيلا لإدراكك في النقطتين، وشكرا كثير لحضرتك الأستاذ هادي جلو مرعي، الكاتب الصحفي ورئيس المركز العراقي للحريات الصحفية، شكرا جزيلا مرة أخرى. شكري موصول لكم مشاهدينا الأحبة، في أمان الله.